بن حشان نغله ناحيه اليسار الى عمرو بن عتوق، عمرو بن عتوق الى عدي الدباغ اللي يخرج ويرجع مره ثانيه داخل منطقه الخطر. عدي الدباغ مره ثانيه بيلعب كره ناحيه اليسار، هذه خطره، خطره بتقول الله ماوي، عبد الله ماوي، عبد الله ماوي ينجح بالقراءه وينجح بالتقدم، وهدف اول لصالح الغسيه، جول 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 لصالح الغسيه، جول لصالح الغسيه، الهدف الاول، الهدف الاول لصالح الغسيه، هدف اول عبد الله ماوي بالدقيقه 54 بيسجل هدف، بيسجل، شوف 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 النقلة العرضية، وشوف بالنسبة للنتيجة على نادي الساحل، كورنر أحمد الظفيري، كورنر أحمد الظفيري، كرة اللعب ومحاولة موجودة، تنحط بالرأس، الله 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 الله، جول لصالح الغدسية، جول ثاني لصالح الغدسية، وجول انحطت بالرأس من سلطان العنزي، سلطان الوسط، سلطان الغدسية، بيحط له جول بالراس، جول بالراس، جول ثاني، جول ثاني لصالح الغدسية، جول ثاني لصالح الغدسية، لصالح الغدسية، حلوة 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 حلوة، شوف أحمد الظفيري وشوف القراءة، كورنر بدر مطوع بيلعبها على طول، أحمد الظفيري كرة معاه بيعلى يلعبها إلى بدر مطوع، لمسة موجودة ماوي، أحمد ظفيري بيلعب كرة عرضية بتمر خطرة، الله يا يا سلام يا سلام يا سلام، سيف الحشان بيلعب كرة حلوة، بيلعب كرة حلوة سيف الحشان، وجول حلو لصالح الغدسية، الله 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 الله، كبيرة هذه يا سيف الحشان، لعبة حلوة، لعبة حلوة، لعبة حلوة، راح نشوفها، راح نشوفها، وأكيد حركت كل من هو قد سوي في هذا المدرج، شوف 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 الحشان، كرة ما زالت موجودة لصالح الغدسية، عمرو محتوق المتقدم جهة اليسار، كرة محاولة داخل المنطقة 18 خطر، أحمد الظفيري، الظفيري 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 موجود، أحمد الظفيري موجود، موجود يكمل مشوار النجومية، جول لصالح القدسية، جول وجول لصالح القدسية، جول، ويستمر أحمد الظفيري ويسجل جول، ويكون هو نجم، ما زال موجود من شهر يناير إلى الآن ليتابع المحبين، ليتابع المراقبين، ليسجل الأمور إلى الهدف الرابع لصالح القدسية، أحمد الظفيري شوف لعادة، شوف 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 لعادة، شوف وشوف اللمسة موجودة، وشوف المتابعة موجودة، مقطوعة لصالح الغدسية، أحمد الظفيري، صالح الشيخ إلى سيف الحشان، واللمسة موجودة إلى سيف الحشان، واللمسة موجودة إلى سيف الحشان، وسيف الحشان أيضا يلمسها، أحمد الظفيري عدى سيفي، الله جول جول لصالح الغدسية، جول، وعدي الصافي بحفة، جول جول لصالح الغدسية، جول جول عدي الصافي بالدقيقة 85، هدف خامس، هدف خامس ليسجل، ليسجل نفسه أيضا عدي الصافي، واحد من نجوم اللقاء إذا لصالح القادسيه.